نصر الدين الحافي منذ سنوات المغرب تجرب مجموعة من التجارب من أجل إصلاح التعليم، ولكن لحد الآن ما لقيناش واحد الوصفة لهذا التعليم يعني باش نصحوا. علاش في رأيك؟ شو التعليم هو واحد النظام اللي داخل في واحد الإطار اجتماعي واقتصادي معين، وبالتالي هو نظام متحرك باستمرار، وهذا النظام يعني يتطور وفق الحاجيات ديال المجتمع. اللي كان عندنا هو أن منذ الاستقلال وحنا نجرب إصلاح بعد إصلاح. هذا الإصلاح مثلا في البداية كان مباشرة بعد الاستقلال، كان الإشكال ديال الأطر، كانت الأطر التي اختيرت للابتدائي كانت أطر هي اللي موجودة، حيث أنه كان اللي عنده واحد نصيب يؤتى به إلى مركز للتكوين، ثم عنده واحد تكوين قصير ويمشي للابتدائي. وكانت الأطر الأجنبية هي اللي شدت تقريبا الإعدادي والثانوي. هاد الأطر يعني بقات مستمرة، بحيث أنه عندك الابتدائي كان مفرنس ثم تم التعريب ديالو، ولكن التهيئ ديال التعريب لم يكن بالشكل المطلوب. دائما كان إما مشكل مادي، يمكن نذكروا بأن ميزانية التعليم تشكل واحد العبء على ميزانية الدولة، ولكن إذا جينا نحلوا الميزانية غادي نلقاو بأن 90% تمشي للأجور، عندك واحد 4% ولا 5% تمشي لسميتو التسيير، و 4 ولا 5% تمشي للتجهيز، بحيث انه واحد الفتره طويله جدا وحنا غاديين بواحد الطريقه ان الابتدائي يطلعوا التلامذه السنه الخامسه من بعد ولا السادسه، ثم من بعد يمشيو 40% هما اللي يمشيو للإعدادي. هذوك 40% من الإعدادي هما اللي في نهاية الإعدادي يجتازون امتحانا باش يدوزوا للثانوي. الثانوي التأهيلي إلا جيت تشوف غير الناحية ديال الإحصائيات غادي تلقى بأنه 10 سنين وهي العدد لم يتحرك. علاش؟ لأن كان تكوين على مستوى الابتدائي ياخذ 40%، ثم من هذيك 40% تمشي لهذاك، ثم في نهاية المطاف نلقى واحد 18%. وكان المستوى ديال هذيك 18% كيف ما كان الحال كان يبان بأنه مستوى ممتاز، ولكن مع تعميم تدريجي لما تكسر هذاك الحاجز ديال السنة النهائية ديال الابتدائي، لما تكسر الحاجز ديال الإعدادي كثرت العدد، ولكن يعني لم نستفيد كثيرا على مستوى تكوين الاطر. ولكن شنو دابا حاليا تنقوم دائما بالتشخيص على الواقع تاع التعليم حاليا، الا بغينا الحلول باش نرفعوا من يعني التنميه تاع التعليم هذا، واللي التعليم اللي هو فاعل وجاد وقادر باش يساهم في التنميه تاع البلاد. التعليم شوف التعليم ماشي قضيه ديال سنه ولا سنتين، ولكن الا جيت تقارن منذ الاستقلال غادي تلقى اكبر عدد ديال الوزراء هما في التعليم، بحيث انه يجي الوزير يجيب افكار يجيب اصلاحات، ثم ننتقل الى وزير اخر يمحو ما سبق وننطلق من جديد، وبالتالي تلقى دائما يعني بدايات. وهذا التعليم شوف على مستوى الابتدائي تعطي الاسس اللي تسمح للتلميذ أنه يتابع الدراسة ديالو بنجاح في السلك الموالي، ثم في الإعدادي تهيئه لكي يكون واحد تخصص نسبي، ثم في الجامعة أو في المدارس العليا تكون أشياء أخرى. احنا بقينا دائما نفكروا بواحد الشكل عمومي، يعني شكل عام ناخذوا التعليم نقولوا راه ناقصين، ولكن عمرنا مشينا ثم كانت هناك اشياء اخرى
كانت تدخلات مثلا ناخذ التجارب ديال جهات اخرى ولكن بدون ان تكون مناسبه للبيئه ديالنا. مثلا النهار اللي دخلنا للرياضيات العصريه واحد العدد من الدول الاوروبيه لم تلتحق بها وبالتالي حتى جربوا فينا عاد مشات التجربه للجهات اخرى وتم من بعد وتم التراجع عليها. بالنسبه للاعدادي والثانوي كان المشكل ديال ذاك الاطر الاجنبيه، ثم من بعد جاوا اطر اللي كانوا في اطار الخدمه المدنيه يسلموا منا، ما كانوش عندهم تكوين بيداغوجي، انما كان خريج يجي يقضي الخدمه المدنيه ديالو عندنا يتعلم هنا ويمشي عاد يستافد، وبالتالي تكوين الاطر هو الاساس.